يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو أحسن كتاب متعلق بالناسخ والمنسوخ وذلك يكون لطلاب العلم حتى يقرؤوه؟ الناسخ والمنسوخ مبثوث في كتب التفسير، وله كتب خاصة يسمونها أصول التفسير وعلوم القرآن فيها فن الناسخ والمنسوخ، وكتب خاصة حصر فيها الناسخ والمنسوخ مثل نواسخ القرآن لابن الجوزي، الناسخ والمنسوخ غاب عني اسمه، لكن في كتب بهذا العنوان الناسخ والمنسوخ، لكن أذكر لابن الجوزي نواسخ القرآن. نعم.